غيب الموت المدرب الوطني راتب العوضات بعد معاناة مع المرض. مثل العوضات الفيصلي والمنتخب الوطني لاعبا لفترة طويلة، ثم اتجه إلى عالم التدريب وقاد العديد من الأندية ليخطفه السرطان بعد معاناة مع المرض. رحم الله العوضات. في سياق متصل، أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة أعرب عن حزنه العميق لوفاة المدرب راتب العوضات. قال آل خليفة في بيان صحفي: إننا نستذكر بكل اعتزاز إسهامات المدرب واللاعب الدولي السابق راتب العوضات في المجال الكروي عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء، ونرى في مسيرته الكروية نموذجا متميزا في الإصرار والعزيمة ومواجهة التحديات. ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب المدرب الوطني واللاعب السابق في صفوف المنتخب الوطني والنادي الفيصلي حاتم عقل. مرحبا بك كابتن حاتم. بالتأكيد يا لها من خسارة كبيرة لكرة القدم الأردنية برحيل لاعب ومدرب مثل راتب العوضات، ماذا تقول في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تفضلت، إن لله وإنا إليه راجعون. بنعزي العوضات وبنعزي أنفسنا وبنعزي الأسرة الرياضية كاملة بوفاة قامة رياضية زي الكابتن راتب العوضات اللي إنجازاته بتحكي عنه كلاعب وكمدرب. هذه الدنيا مرض خبيث لحقيقة، وكابتن راتب من الناس القويين، قاوم المرض إلا أنه المرض بالآخر تغلب عليه. ونقول الله يرحمك يا كابتن راتب، وما قصرت لا ما كنت لاعب ولا ما كنت مدرب. نتمنى من الله أنه يرحمك ويغفر لك وتكون مع الصديقين والشهداء في الجنة بإذن الله. آمين. يعني كابتن حاتم، كنت في رفقة الراحل لفترة طويلة مع الفيصلي والمنتخب الوطني، ما هي الصفات التي ميزت الراحل العوضات؟ شوف، يعني الكابتن راتب يعني ذكرياتنا معه ما بتنتهي، يعني كان مميز بكل شيء، كان مدرب ولا كان لاعب، كان عنده روح، كان عنده إصرار على كل شيء، كان يعني يحط فينا العزيمة ويحط فينا القوة، وإحنا كنا نتعلم منه كيف نكون قويين ونقاوم ونكون يعني أشداء في الملعب. لكن المرض يعني زي ما بيقولوا مرض خبيث، يعني خبيث قدر يتغلب على الكابتن راتب. نقول الله يرحمك يا كابتن، وأنت إنجازاتك لا تنسى، وإحنا يعني مشوارنا معاه طويل. يعني لو بدي أحكي عن مشوارنا مع الكابتن راتب، إنه بدنا 6-7 حلقات نقدر نوفيها تماما. يعني ابرز الذكريات سوية مع المنتخب، خاصة جيل كأس آسيا 2004، تلك الشخصية التي شاهدناها من الكابتن العوضات رحمه الله، الشخصية القيادية، رجل الجريء في الملعب المنضبط، او حتى مع الفيصلي، لكن الكل يركز على آسيا 2004 لانها كانت محطة مفصلية ومهمة. نعم، يعني احنا في المباراة المشهورة مع اليابان، ضربات جزاء لما تحولت الملعب، كان يعني راتب اول واحد راح يشوت على الملعب على الجول الثاني، وكانت يعني الناس كلها خايفه على راتب، انه صارت مشكله قبل الضربه وتغيرت الجوال وهيك، فكان هو قد المسؤوليه قدر انه يجيبها في الجول. وهي يعني شغلات لا تنسى للكابتن راتب، انه كان قوي، كان دائما بحب الفوز، بحبش يخسر،
وهي الشغلات اللي تعلمناها منه رحمة الله عليه. رحمه الله مجدداً. اليوم ونحن نودع الفقيد العوضات، بصراحة هل تعتقد أنه نال التقدير الذي يستحقه في الأردن، سواء مع ناديه الأم الفيصلي الذي قضى معه سنوات طويلة لاعبا ومدربا، أو حتى إن كان مع المنتخبات الوطنية؟ مع المنتخبات الوطنية أتوقع أنه الراتب نال التقدير، ونال أنه المنتخب عمل مباراة تكريم. الفيصلي كذلك الأمر كرم الكابتن راتب، بس لا زال راتب كمان يستاهل التكريم حتى بعد وفاته. لازم النادي الفيصلي يوقف معاه ويوقف مع اولاده ويدعمه، لانه راتب يستاهل، راتب ما قصر، راتب خدم النادي وخدم المنتخب وكان على قد المسؤوليه، خدم النادي كلاعب وكمدرب، حقق انجازات يعني 6 بطولات الكابتن راتب اذا ما خانني خانتني الذاكره، او 7 بطولات، 3 كؤوس، 2 دوريين، 2 كأس كؤوس، يعني إنجازات في فترة قليلة ووقت قليل كان كابتن راتب عملها. فلازم إنه يتكرم ويصير له شيء يعني يليق في راتب رحمة الله عليه، كان مدرب أو لاعب. تعازينا الحارة مجدداً كابتن حاتم لك ولأسرة الرياضة الأردنية بشكل عام من العقبة. شكراً جزيلاً لك حاتم عقل، المدرب واللاعب السابق في صفوف النادي الفيصلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، شكراً جزيلاً لك.